مرافقه معوزين ومد يد العون للفئات الهشه حرك خلايا الوكاله الجهويه للتنميه الاجتماعيه ببشار نحو الارياف والمناطق النائيه في خرجات دوريه تقدم خلالها اعانات افرشه ومؤونه، فضلا عن دعم هذه الوكاله لعديد مشاريع التنميه الاجتماعيه والمنفعه العامه وغيرها. المديريه الجهويه ببشار هما 4 ولايات زائد 3 ولايات منتدبه، تميمون برج باجي مختار وابن عباس، يعني مجموع 7. عندنا خلايا تزور الاماكن هذه تاع وين كاين الاماكن يعني الفئات الهشه وتقوم بالواجب تاعها كما ينبغي، يعني بتطهير الاطفال المعاقين وين يعني يرافقوهم الاداره لمديريه النشاط الاجتماعي الى اخره. كاين مشاريع ديفكوم، ما نهضرش على تيبيمو، ما نهضرش على يعني كاين مشاريع بزاف راح تسير فيها الوكالة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مدراء النشاط الاجتماعي. تعرف يعني الدولة صراحة قائمة بهذا الجانب، مشاريع يعني كثيرة. وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من خلال المديرية القاعدية على مستوى ولاية النعامة أنها خرجت من القوقعة تاع العمل العادي إلى نشاطات متنوعة من ضمنها مشاريع. أثر الالتفاتة التضامنية بدا جليا على الملامح، فعبر عنه الصغار قبل الكبار. وفكرتنا بعض المصيري ضم أصرف للبز، عندي 3 أولاد مع هذا المرأة يويل ويرحم والديكم والله كثر خيركم. أقول لهم يعطيكم الخير والله كثر لهم الخير، وهذه دولتنا. جاءت في وقت هاد المشجعة، هذه جاءت في وقت نتاعها معوقة مسكينة، هاد العائلة فقيرة. الالتفاف حول الفئات الهشة من المجتمع بكل أشكاله ثقافة رسخت في أذهان الجزائريين تبعث الأمل وتصد اليأس، لتصنع بذلك صورا تضامنية وإنسانية فائقة الجمال والتميز. والإنسان يقرب الخير.